عناصر ظهير أيسر أمامهم نايف عيسى، وليد حزام، ومهنا جدعان، خالد المقدمة، جورجي سيلفا البرازيلي صاحب الهدف العددي والإصابات والغيابات، بالإضافة إلى تحقيق انتصار غاب عن الشباب 60 يوم في دوري النصر 4 وهكذا. لكن الآن فرصة وعرضية من الكميزي أولى، يبحث عن إسماعيل المغربي اللي يلعب العرضية لكنها تبعد من دفاعات الباطن. الباطن العاب في الباطن، صنع 3 أهداف، الآن أمامه فرصة لبناء هجمة لمصلحة فريقه، وتمريرة ليست أحد تصل إلى فرصة لتسجيل هدف أول لمصلحة الشباب من عرضية تبعد بصعوبة تصل لكريري في الطرف في دوري جميل، سجل بالرأس من كرة ثابتة، والباطن من الفرق الجيدة يلعب بعض الأحيان خلف رأس الحربة، لكن هذه محاولة وفرصة لانفراد وخروج بتوقيت ممتاز، والكؤوس على مستوى الفئات السنية ثابتة للباطن. السماوي يهدد من خلال مسافة بعيدة أرسلها إلى ضربة مرمى، هذا الواضح في صورة الاتحاد والخليج، لكن هذه محاولة شبابية، فرصة للبحث عن التسديدة، سددها في مكان حارس المرمى الموجود في أرضية الميدان اللي عنده أكثر من الكرة الثابتة لمصلحة السماوي، يحاول من الكرات الثابتة راسية تصل لمن تناقل للكرات وصلت عند عطيف، عطيف مررها ذكية، هذه لعبة ذكية لكنها عرضية. بنيطو هيبرتي، بنيطو هيبرتي مسجلين، لكن هذه محاولة في كرة تمر وتصل عن طريق الخطير البيش هيبرتي. شوف هذه الإعادة، الاستلام الممتاز، الإمكانيات اللي ما يختلف عليها أي متابع لهذا اللاعب، لكن ينقص البداية متى ما حضرت البداية الجيدة. 12 هدف، لكن هذه محاولة عند مغربي، مغربي وحيدا أمام خط دفاع يلعب عرضية، لو مرت كان الهدف الأول، أعتقد سيكون من نصيب. بعد ذلك إلى البيشي، سيطر عليه البيشي، وصلت لصليهم، صليهم يمرر فرصة، هدف أول، أول تهديد يأتي عن طريق إسماعيل مغربي اللي عنده هدفين في دوري جميل كلها بالرأس، لكن هدد بالقدم اليمنى. ويليام إلى مغربي، أوصلها إلى القبيسي، هدف أول، هدف أول، 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 الله، ما عبد الله سعيد يتابع زميله رفيق دربه في هدف أول له في دوري جميل يسجل بهذه الطريقة بلمسة حريرية من سليم. انتباك في الباطن وعرضية تلعب على القائم الأول، مرسلة فرصة، أوهو أرسلها عالية، صعبة هذه يا سلطان، أمل وطموحات ويكون له تأثير كبير على المستوى النفسي، وصلت لسليهم تسديدة، الله يضرب من كل اتجاه لا يعرف ما احنا عندنا الالتحامات القوية، لكن هذه محاولة فرصة وخطأ على هجوم الباطن، خطأ على هجوم الباطن. 25 في هذا المساء، لكن هذه محاولة لمصلحة الباطن. السماوي بعرضية يلتقط الحارس الشاب، سجل 12 هدف، أضعف خط هجوم واستقبل المرمى 22، لكن هذه محاولة تد الآن 4-3 لمصلحة الشباب، وصلت لصليهم، صليهم ينطلق بالكرة يمر يلعب عرضية، أوهو في المرة الأولى سجل أحمد عطيف، وفي المرة كبيرة في هذا المساء يشكل خطورة على مرمى الباطن من الفرص كما لاحظنا في اللحظات الأخيرة. وهذه محاولة جورجي، جورجي يعرف طريقة نحو الشباك الشباب، جورجي هداف الباطن بـ5 أهداف، تأخرا لكنه يصل الظهير الأيمن بعرضية تصل إلى ضربة مرمى، عرضية كانت من الظهير الأيمن، مهند يستغل أفضليته، هذه واحدة، هذه ثابتة معها خروج من حارس المرمى بشكل كرة عند الأسطى تصل إلى عطيف، عطيف يلعب عرضية، يلعب كرة ممتازة وخطأ، الله الله الله، في الوقت المناسب يعودون الكبار، يعودون الكبار، ينقصه البداية، البداية، الأسمراني البيشي ينقص البداية، لا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم السعودية إلا بأقدام أحمد عطيف ومن هم من طي ظهرت وصنعت الفارق حتى الآن، لكن السماوي يسدد من مسافة بعيدة، واللاعب رقم
لكن هذه محاولة وفرصة. أخطر محاولات السماوي في يصل عيادة في تغيير الآن بتسجيل هدفين بتألق من أحمد عطيف على مستوى التسجيل في المرة الأولى، وعلى مستوى أحمد عطيف في الصناعة، واللاصق كان قريب من أن يمر قبل أن يصل لها الدفاع الشباب، لكن عموما العرضية تلعب والسيطرة وجورجي، جورجي وركلة جزاء لمصلحة السماوي، ربما تكفوا من عبد الله الفهد في الاستلام الأول، لا في اللقطة الأولى الاستلام الأول ما كان لرد الزيارة، لرد الزيارة جورجي دا سيلفا، يرد الزيارة يرد الزيارة في مرمى الشباب، متبقية على نهاية المباراة في مباراة في خطأ في اللقطة الماضية، لكن الكرة الآن تصل وتسديد تمر بسلام على مرمى الشباب، لكن على هذه محاولة من جديد في تمريرة عالية يبحث عن فيصل العيادة، فرصة للتسجيل سددها في كرة تنتهي إلى ضربة مرمى لمصلحة الشباب أو لمصلحة الشباب، لكن الباطن الباطن معية شبابية يأخذ وقته كامل ويلعب العرضية. المصالحة ليس أجمل من الثاني، كل واحد أروع من الثاني، أشكال والوان أشكال والوان، والأخيرة بالراس البيشي مع أحمد عطيف نجوم لهذه المباراة، والكرة تبعد إلى حارس المرمى مع مضايقة مع متابعة وخطأ، وركلة جزاء ثانية، ركلة جزاء ثانية احتسبها مشاري مشاري على حطن، شوف الإعادة، حاول السيطرة على الكرة، وفي اللقطة الأخيرة شوف شوف هذه اللقطة من أكثر من زاوية، أمام فرصة أمام فرصة، الله على طريقة الكبار، ولا تستغرب أنت في الشباب أنت في